سلمى، أنا مش هقول لك سامحيني، لكن هقول لك يمكن الواحد بيضعف كتير وبيغلط أكتر، بس أكيد لما بيحب بتبقى مرة واحدة بس. عرفت اللي فيه عيني بان عليها يا قلبي إنه ما حبيني، حاجات عشنا ليها وعشني بيها واخرتها ليه طلعت مفيش. ليه كل اللي ياما وعدني بيه واللي اتفقنا زمان عليه ننسى وليه ما ينسينيش؟ ايه دلوقتي شكلي هيبقى ايه؟ وياريتني اعرف بس ليه كان ليا فيه وبقيت ماليش. عرفت اللي فيها عيني بان عليها يا قلبي انه ما في بالي